كشف والي ولاية القسنطينة عن قرب فتح نفق الطريق السيارة شرق غرب بمنطقة الزيادية بجبل الوحش بعد جهود مضنية للقضاء على مشكلة الانزلاقات التي كانت سببا في غلق هذا النفق لمدة تجاوزت 13 سنة كاملة، وفتح مسلك جانبي على مسافة أزيد من 13 كيلومترا والتي تسبب في العديد من حوادث المرور القاتلة خاصة تلك التي كانت بفعل الشاحنات المقطورة والحافلات وغيرها. وقال الوالي أيضا أن هذا المشروع مركزي تابع لوزارة النقل، ورغم ذلك فإن مصالح الولاية سارعت الزمن من أجل تسريع وتيرة إصلاح النفق الذي من شأنه أن يخفف من الضغط الكبير الحاصل على مستوى الطريق السيار شرق غرب، وأن صعوبات كبيرة واجهت الانتهاء من المشروع سواء ما تعلق بالأمور التقنية أو الأمور الإدارية، وأن فتح النفق سيكون شهر يونيو القادم قبل عيد الأضحى على أقصى تقدير.